مجهود. طيب ننتقل لنقطة تانية أيضا في المنتدى أستاذ عبد الجواد، كان في الحقيقة وسائل الإعلام العالمية تابعت بشكل يعني بشكل كبير جدا وباهتمام شديد جدا. كيف تقيم متابعة وسائل الإعلام العالمية لمنتدى شباب العالم؟ خلينا أقول اللي فارق مش متابعتهم، اللي فارق تسويقنا. يعني يمكن الأداء اللي معمول، يعني يمكن في حملة كبيرة جدا كانت اتعملت يمكن الناس كتير ما تابعتهاش وهي بتتعمل بره، لكن كان في حملة كبيرة في الوسطين، سواء في أوساط الشباب في الخارج أو في أوساط صانع القرار في الدول الأخرى. ويمكن لما نشوف مستوى التمثيل الناس اللي جاية، يمكن ده بيقول قد إيه إن الفكرة واصلة وانه مصر موجوده وانه الشباب عامل جهد كبير جدا في التسويق، لانه احنا ممكن نسوق بره بس ما نوصلش للشباب. بس لما يبقى عندي هذا الكم من طلبات التسجيل وما نقدرش فعليا نجيب كل الناس ونعتذر لمئات الاعداد المضاعفه اللي حابه تيجي من بره، لكن المنتدى علشان يعني في عدد معين بس هيجي فيه، لدرجة انه الناس بتبقى مستنية السنة الجاية، يعني اللي بيقدم مرة واثنين وثلاثة. صحيح. وده عظمة النجاح نفسه. خليني اقول ان هم دخلوا يعني الشباب هنا تدخلوا في المجتمعات الاخرى، مش تدخلوا بس في ان ده حدث او على المستوى الحدث ان احنا نسوق يعني نسوق لنفسنا كشكل او شوية صور او شوية حاجات على الفيسبوك وخلاص، لا هم اشتبكوا مع المجتمع الخارجي بالفعل واتكلموا معاه، وبالتالي حصل هذا الكم من التسجيلات للحضور. صحيح. ومن ده بتيجي التغطية، انه هو المراسل الاجنبي مش بيكلمنا انا، هو بيكلم الشاب اللي جاي من بلده. وعايز اقول لحياتك انه الناس وهي ماشيه امبارح زعلانين ان هم ماشيين، مش علشان فكره ان مصر حلوه وان هم جايين يتفسحوا، لان ما فيش فسحه في يومين المؤتمر. الناس شغاله من الساعه 8 الصبح لغايه اخر اليوم بشكل حقيقي. تجربه ممتعه، تجربه ممتعه وفيها تفاصيل، وهم فعلا بيستفيدوا. يمكن في الحقيقه يعني انا كان في مشاركه ايطاليه، ودي من النماذج في الحقيقه اللي تقول لك انه المنتدى تقيل. هذه المشاركه هي ايطاليه لكن بتشتغل في لندن وفي الاتحاد الاوروبي، عندها مشروعها الخاص بتشتغل بيه، لكن حريصه دي تاني مره تيجي المنتدى. وبلغه البيزنس لو هي مش هتستفيد مش هتيجي تاني مره. مظبوط. مش هتستفيد خبره ومش هتستفيد احتكاك. ويمكن في الحقيقه يعني حتى وانا بكلمها على فكره انه رايها، قالت لي احنا يعني كنا فاكرينكم جمال والولد اللي بيجر الجمل بالطاقيه للاسف ما كانتش متخيله انه التكنولوجيا كده. وانا عايز اقول التكنولوجيا واقف عندها، لانه وانت في المنتدى بتشوفي اداء مبهر فيما يتعلق بالتكنولوجيا، سرعه الانترنت، الاداء فيما يتعلق بفكره بث الجلسات، بفكره انه الجلسه تبقى خلصانه فتشوفيها على شاشه ثانيه، انه الخدمه، ان انت ما فيش غلطه بتحصل. صحيح ما فيش حاجه كامله، لكن انا بتكلم على الاخطاء الكبيره. فكره كمان اطلاق المسرح العالمي للشباب، ده كان من الافكار يعني صدى كبير جدا. ويمكن الناس قالت اصل احنا مش عاملين المسرحيه بالانجليزي، اصل الفكره ان هو مش مسرح. الناس برضو كانت متخيله، حتى الناس اللي ما شافتش اليوم كانت متخيله انه دي المسرحيه بتاعت الاستاذ خالد جلال، اللي انا في الحقيقه كالعاده بوجهه كل تحيه طبعاً. هو كتيبه عمله، لانه ساحر حقيقي في الفن. الفكره كمان بتاعت المسرح مش واقفه عند مسرحيه الاستاذ خالد جلال، لا الفكره ان احنا كانوا بيقدموا غنى وبيقدموا مثلا تقليد اصوات، بيقدموا سيت اب كوميدي، لكن الفكرة الأساسية إن هو مش بيقدم ترفيه برضو عشان الناس تبقى واخدة بالها. الفكرة إن هو بيقدم نماذج هي نفسها معجزة في الحالة بتاعتها. يعني الولد الكوري الفيتنامي اللي هو جه قدم ده بيتكلم لغة عربية بطلاقة، درس الشعوب العربية بيتكلم بلغتها. الأمريكي اللي جه ده كان له قصة إن هو حصل له حادث فقد ساقه، لكنه هو أصر إن هو يبقى موجود، ولذلك أول ما دخل على المسرح دخل رقص بالساق الصناعية. هي الفكرة هنا، فكرة التحدي وفكرة القدرة على الفعل، ومش القدرة على الفعل بس والإبهار. طيب أنا